العملية خلصت يا دكتور؟ طمنا على النبي يا دكتور. مالك يا دكتور؟ ما بتردش علينا ليه؟ في حصل حاجة؟ البقال البنت ماتت يا حاج. يا حبيبي يعني حاجة ايه كويسة؟ فاقت وبتكلم معاكم؟ طب الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليك لينا يا حاجة، ربنا يخليك لينا. بوسهالي قولي لأبوك بيسلم عليك ويبوسك. ما تحرمش منك يا حاجة، ما تحرمش منك. مع السلامة، مع ألف سلامة. هذا مطر تمام عملتها؟ أم رفاعي طمنتني. الحمد لله الحمد لله، احنا متشكرين يا باشا، ما نتحرمش منك ولا من ذوقك. اتفضلوا. الله يرحمك يا مروة، أبوك قلبه هيتوجع عليك يا أبو. أبوها مش لازم يعرف، اوعى واحدة فيكوا تقع بلسانها قدامه. لا تشوفيه يا حاجة. أيوة يا أم، بس هنخبي عليه لغاية إمتى؟ يعني شوية كده يا حاجة، ده لسه قدامه سنين كتير قوي على ما يخرج. الحاجة عندها حق يا جماعة، ولا هو يبقى سجن ووجع. ده هيقع من طوله لو عرف. أنا مش معاكي يا أم، أنا شايفة إنه تعب ساعة ولا كل ساعة. يا حنان والمصحف هيروح فيها، ما أنت عارفة أروحوا فيها إزاي. بس يا حنان، محدش هيقول له، كلمتي لازم تتسمع. خلاص بقى يا حنان والنبي، كفاية منهدة. أنا مش بناهد يا شهد، أنا خايفة على عم مختار. أنا خايفة عليه أكتر منك، ده عشرة 50 سنة وأنا عارفة كويس قوي، وعارفة هيجرى له إيه لو عرف. يا بنتي، يا بنتي، يا حبيبتي. تعملوا ايه؟ تقروا المجلة؟ كل واحد في موال، ربنا يهون الأيام. يا نصر يا ابني، مفيش أخبار؟ ولا أهرام. ايه يعني في أمل؟ إن شاء الله يا خال بنسبة 50%. يعني عندك أسباب قوية كده وحاجات بتاع؟ والله إن كان على الأسباب، عندنا أسباب قوية جدا يا خال. انت راجل عندك محل كوافير ومالكش في اي حاجه، وعمي مجرد راجل ماسك الورش، وانا راجل متفوق في دراستي وعندنا ما يثبت ذلك، وعمي عمره ما نزل طلبيه من الطلبيات دي، والعيال بتوع السلاح دول ما يعرفوناش ولا قالوا اسامينا في اي محضر ولا في اي قضيه. يعني هندوس على شويه حاجات كده، غير ان في شويه ثغرات في اجراءات القبض علينا. بيني وبينك كده، شيلت ليله كلها لرفاعي الله يرحمه. الله يرحمه يا ابني. سنعمل ايه بقى؟ عندناش حل تاني. والله يا ابني، لو رفاع عايش معنا دلوقتي كان ضحى عشان عادي كده. الله يرحمه. الله يرحمه حسين يا ابني. الله يرحمك رفاعي.